السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم باليمن والبركات. جزاكم الله خير، ردوا علي السلام، لأن في السلام أجر ومحبة وبركة. وننتظر كده ثواني تردوا علي السلام. طيب، قناة سلمان تيوب أول ما أنشأتها صنفتها على أنها ضمن أو تحت قائمة سياحة وأحداث، ولي فترة طبعا المتابعون معنا في القناة يعلمون أنني عندما أسافر أسجل ما هو يعني معروف في السفر من فلوقات ومطاعم أكلات مساجد إلى آخره آثار، وإذا لم يكن هناك سفر أحاول أن أساهم أسجل عن مكة المدينة جدة هذه المدن القريبة مني، والمتابعون معي في القناة يعلمون ذلك. لي فترة طويلة هاجس أريد أن أتحدث في أمور أخرى، تاريخ، عقائد، طبخ، اجتماعيات، فكاهة، والمتابعون أيضا يعلمون أن لدي فيديوهات يعني سميتها بومضة أو ومضات، أحاول يعني أن أطعم القناة بأمور مختلفة عن السياحة. وكان لدي أيضا تساؤل، هل اليوتيوب لديه تعارض أو مشكلة أو شيء في هذا الخصوص، أن أكون مخصص قناة سياحة وأتحدث في أمور تاريخية وإلى آخره؟ فأخيرا اتصلت على اليوتيوب وسألتهم. جميلة هذه، اتصلت على اليوتيوب على أساس أني أنا وسوزان وجسيكي أقارب، يعني ما بيننا كلفة. ألو، هاي سوزي، هاي هاني، يعني على أساس ما شاء الله سلمان الأحمدي وسوزي وجسيكي هي الاسم، إن شاء الله بنطقه صح، يعني ما شاء الله يعني أقارب ومعارف من زمان. اتصلت عليهم. سوزان هذه مديرة اليوتيوب، يعني على قول الإخوة المصريين عبال أملتك، عبار أملتك. طيب، تواصلت بالإيميل مع اليوتيوب فقالوا لا مشكلة، وأثاروا نقطة، قالوا لكن المهم أن تنتبه أن المتابعين لديك يكونوا هم اهتمامهم سياحة فقط، فلو شكلت المواضيع ممكن لا يقبلون بهذا التغيير والتشكيل. فأنا فترة طويلة سألتكم، أعتقد في رمضان هذا الفائت أو شيء، سألتكم وأجابوا ثلاثة بالقبول والباقين سكتوا، فنحن من مبدأ أنه السكوت علامة الرضا. أحببت أن يكون هناك تغيير في القناة نوعا ما، لن يعني ليس معناه أن لن أصور الحرام ومكة وجدة والمطاعم والمدينة وإلى آخره، وإذا رحت الرياض والدمام لأن لدي تخطيط على ذلك أن لا أصور، لا لا، بس أنا قصدي أيضا يعني ننوع شوية في القناة، قليلا في القناة. أنا أدخل الفصيح مع اللهجة. طيب، فمواضيع مختلفة هذه التي يعني لدي رغبة أن أتحدث معكم فيها. مبدئيا نشوف أني لا أطيل الفيديو، 3 دقائق 4 دقائق، أعطوني آراءكم، ما زال أنا أسألكم، شوف خلونا نجرب فترة إذا أحببتوا ونشوف آراءكم وتساؤلاتكم. هذا هو اللي أوسمته في الفيديو أو سميت الفيديو تغييرات في القناة. طيب، خلونا نتحدث الدقائق هذه عن الومضة. أنا بجهز هنا أقلام رصاص، نحن نطلق عليها مراسم، هي التي ستكون موضوع الومضة اليوم. أحاول بس أجهزها شوية كده. طيب، طبعا القاعدة متساوية، عندما نلقي نظرة على هذه أقلام الرصاص ما الذي يلفت انتباهنا؟ الذي يلفت الانتباه هذا الطويل الذي يقف شامخا جميلا بارزا، أكثر شيء يلفت الانتباه، صح ولا لا؟ لأنه هو الوحيد الذي فيهم يفوقهم طولا وشموخا. طيب، دعونا نفكر قليلا في هذا الذي يفوقهم طولا وشموخا. لو فكرنا قليلا في أمره نجد أنه لم يقدم شيء،
ولم يقم بعمل أي شيء، لذلك هو ظل بطوله الذي خرج به من المصنع. الآخرين أفادوا وقدموا الكثير ونفعوا وأفادوا. فكذلك البشر، فلا تغرنك المظاهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.